أكثر من 900 ناشط في المنطقة الأوروبية المتوسطية من موريتانيا في غرب الصحراء الإفريقية حتى لثوانيا في البلطيق ومن فلسطين حتى إيرلندا الشمالية اجتمعوا لأول مرة من أجل إبلاغ حكوماتهم ضرورة الإصغاء إلى نداءات السلام والحوار بين الشعوب. On ne peut pas dire on va faire le dialogue des cultures et on va laisser sur le côté de la route quelque chose qui ne nous regarde pas qui est la tragédie palestinienne ou la paix avec Israël qu'il faut à laquelle il faut redonner ses chances. مؤسسة أنا ليند للحوار الثقافي تجمع في برشلونة ممثلي الحكومات ومندوبي منظمات المجتمع المدني من 43 دولة من أجل صوغ برامج مكافحة الصور النمطية والأحكام المسبقة وتحفيز حب الاطلاع ومعرفة ثقافة الآخر. وأبرز مجلس محافظي المؤسسة حاجة المثقفين الأوروبيين إلى معرفة ثقافة جيرانهم في جنوب المتوسط. عددا من المفكرين من الصحفيين من الكتاب من البرلمانيين يتجاهلون تماما الدعوة العامة لاحترام التنوع الثقافي. أجيال المثقفين من الجنوب يعلمون تاريخ أوروبا ولغاتها وثقافاتها، وفي المقابل فإن الكثير من الجيران الأوروبيين يكتفون بصور المظاهر للحكم على الثقافة العربية الإسلامية من دون الغوص في جوهرها. كل واحد يعني اللي بيتجوز وعياله شغله أهله صحابه دايما في المشترك. انا دايما بلاحظ ان بتقعد تتكلم مع الناس بنوصل في الاخر لنفس الحكايات نفس النكت نفس الاهتمامات، كلنا بنضحك كلنا بنعيط زي ما قلت، كلنا كل واحد احنا هيومنز احنا كلنا بشر، فده اللي هيجمعنا ولو فعلا قعدنا اتكلمنا مع بعض هنوصل للنقطه دي. وسائل الاعلام تنطلع بدور كبير لانها تنقل الصوره والمفهوم والكلمه لوصف الاخر. Getting to know the other is also getting to know the other point of view including about a conflict. And the more you know about that, the better you understand it, and the better, I think, our public also therefore understands it. مؤتمر مؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات تزامن مع افتتاح الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، حيث مقرها في قصر سكنه الدكتاتور الإسباني الراحل فرانكو. اجتماع المئات من ممثلي المجتمع المدني من أكثر من 40 بلدا يوحي بوجود ديناميكية سياسية ثقافية واجتماعية قد تتجاوز الحدود بين الشعوب. بشرط حلول السلام. نور الدين الفريدي، العربية، برشلونة.